استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. أهلاً وسهلاً بكم. الاحتفال المصري متأثر جداً بالإخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى الآن. 50 سنة من المحبة والإخوة والاحترام من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي. الحمد لله السلام الشيخ محمد بن زايد رئيس دولتنا يدعيك ويدعي مصر لحضور الأمة العالمية في دولة الإمارات ويكون ضيف شرف. ده يشرفني ويسعدني، ودائما كل دعوة من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائما محل تحضير واحترام وقبول كبير جدا جدا جدا، ونتمنى له دائما التوفيق في كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بتتعمل. وطبعا بالمناسبة ديت احنا برضه هنبقى سعداء قوي إن احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد ان شاء الله في مؤتمر القمه اللي هيعقد الشهر القادم. وجودكم معانا هنا يشرفنا ويسعدنا، خلاني بقول اهلا وسهلا مرحبا بكم.